السلام عليكم ورحمة الله أخواني وأخواتي الأعزاء. البراند سناب زي ما طلبتوه، وزي ما انتوا شايفين هنعمل منه أشكال كتيرة من نفس العجينة وطرق بسيطة جدا والبيزك، وانت ممكن تعمل أي كرييشن انت حبه، وتقدر تغير في الشكل والجرنش حسب ما انت متطلب. ان كنت هتعمله لبليت الديزيرت او انترميه او طبق للمسابقات حسب ما انت تحب. الموضوع بسيط جدا وهنعمله مع بعض وان شاء الله هيعجبكم. تابعونا للاخر وهتشوفوا كل حاجة. اتمنى لو دي اول مرة تشاهدني ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، عشان احنا عندنا جديد كتير ان شاء الله. نقول بسم الله. المقادير بتاعتنا بسيطة، 400 جرام زبدة، 475 جرام سكر بني، وممكن تعمله بالسكر العادي، وبعدين 4 جرام جينجر أو جنزبيل، 75 جرام جلوكوز، 225 جرام دقيق. والبراند سناب بيحطوله طبعا بره عشان خاطر احنا عندنا حرام، بيحطوله حوالي على المقادير ديت 40 ملي براندي، نوع من انواع الخمور، لكن انت ممكن تستخدم السكر العادي هيطلع معاك. وده الجلوكوز، اول حاجة السكر والزبدة اول ما بينعموا، بعد كده بنزل ببقية المكونات، وممكن اسيح الزبدة واقلب كل المكونات على بعض هيطلع معاك برضو زي الفل، بس انا افضل ان انا اعمله السكر بالطريقة دي عشان خاطر ده الجنزبيل مع الدقيق. شايفين زبدة سكر نعمه، بعد كده نزلت بالجلوكوز، وبعد كده بقيت المكونات، وممكن نسيح الزبدة ونقلب كله مع بعضه حسب ما انت بتحب، بس انا افضل الطريقة دي لان انا اقدر اتحكم فيها، وهتشوفوا ازاي انا بعمل اشكال بافكار بسيطة وتطلع كلها مظبوطة، بحيث لو انت عندك كمية تقدر تشتغل فيها وتطلع كلها سيمترية واحدة. خلاص العجينة خلصت زي ما اتعلمنا، بنشيلها نحطها في التلاجة لمدة ساعة ساعتين شهر حسب، لان هي العجينة دي ما بيحصلهاش حاجة ان فيها الجلوكوز والسكر حبسينها. انا استخدمت سكر ابيض، لكن انت عاوز تشتغل سكر بني تعملها. باخد حتة قطعة من العجين زي ما نشوفه واعمله رول. ليه بعمله رول؟ لان السمك بتاعه اقدر اتحكم فيه. هقطعه هيطلع كله مقاس واحد، يعني انا باخد قطعة الاول اجربها مثلا طلعت القطر بتاعها 2 سنتي 3 سنتي، بقطع الباقي هيطلع كله نفس المقادير. دي ابسط حاجة للبراند سناب اللي انا لو هحطه على الاطباق، وهوريكم ازاي نطلع اشكال تانية في منتهى السهولة. ولو معايا حاجة زي كده بقدر اعمله رول كله متساوي الاضلاع بقطعة كرتونة او مسطرة. بصوا بحط صبعي بقطع كله بيطلع قد بعضه، لو طلع واحدة قطرها 2 سنتي يبقى بقية العجين هيطلع كله قطره 2 سنتي. وانت طبعا عارف محتاج القطر اللي انت في بالبراند سناب اللي هتحطه في الطبق بتاعك، فبتعمل على اساس 175 درجة مئوية لمدة 7 دقايق هيطلع معاك زي ما انت شايف كده، يبقى 175 درجة مئوية. عاوز اطلع قطر كله قد بعضه بعمل ايه؟ بجيب سيليكون زي ما انت شايفين هنا اهو، وبحط فيه قطعة. طبعا دي ما بتجيش من مرة واحدة، يعني انا بحط قطعة مثلا 2 جرام واسويها، ممكن تطلع كبيرة وممكن تطلع صغيرة، فانا بجرب مرتين تلاتة لحد ما اعرف القطر الحجم اللي انا عاوزه، بعد كده بحطه في نص القالب وادخله الفرن.
نفس الطريقة للشكل المستطيل، أنا بجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما أعرف، بعد كده أقطع. بص كله سيمترية واحدة، فأنت بتجرب قطعتين ثلاثة مثلا، واحدة 5 جرام، واحدة 6 جرام، واحدة 4 جرام، وبعد كده بتعرف أما بتسويها هتطلع مظبوطة ولا لأ. دلوقتي هنعمل الأشكال الحرة، الأشكال الحرة اللي أنت تقدر تشكلها زي ما شفت في أول الفيديو، مدور أو مثلث أو تقدر تعمل فيه حاجات، وده أنا زمان كنت بعمل منه شغلي في المسابقات كتير أوي، لأنه بيعيش أكتر من التوليب وقوي. بفرد عبين ورقتين زبدة، لا يفضل السيليكون لأن السيليكون ممكن تقطعه، فورق الزبدة ورقتين، بدخله الفرن برضو على 175 لمدة 7 دقايق 6 دقايق. أول ما يبقى دهبي كده باخده بالصاج سخن. بص اما انا قطعته وهو لسه طلع من الفرن، العجينة عضت معايا او قطعت، فدي انا بعمل ايه، بستنى كمان نص دقيقة او دقيقة لحد ما اعرف القطر. بص انا قطعت، والافضل ممكن السكينة دي ادهنها زيت عشان خاطر ما الزقش في العجينة. كده انا قطعته سترايبس اللي بالطول، طبعا انت اللي هتحدد القطر والحجم. هنعمل هنا 3 اشكال بحيث ان يدوك المجال للكرييشن بتاعك. ادي اهي بالورقة، الورقة بتساعد ان انا بدي عزم وما ابهدلش العجينة. خلاص كده انا عملت الرول. لو انا عاوز اعمل دايرة من القطر مدور، وهنا هعمل المثلث ترينجل. طبعا العجينة لو شدت منك ممكن ادخلها تاني الفرن بنفس السبك ده لمدة 20-30 ثانية واطلعها تاني وافضل اكمل التقطيع. ميزة العجينة دي اللي طول ما هي دافية بقدر اشكلها اشكال كتير. ادي لو انا هعملها دي، انا كنت بستخدمها في اطباق كتير في مسابقات الشكل ده، وبعمل منه فتحة صغيرة بالقطاعة البلبلة السادة واطلع منه سترايب سكر شوكولاته كراميل. فكانت ساعتها لما كنا بنشتغل بقى في المسابقات في التسعينات دي، كانت حاجه يعني احدث ما توصل اليه العلم في الوقت ده. لكن هو البراند سناب كرانشي وبيدي تيست الطبق، وتقدر تديله فليفر، ممكن مكان الجلوكوز تحط عسل نحل، او تحط نص عسل نحل ونص جلوكوز بيدي فليفر، ممكن تحط قرفه، يعني ممكن تخلي بدل الجينجر تقدر تحط كذا فليفر، وطعمه في منتهى الجمال المودرن بيستري. يبقى انت عاوز حاجه في الطبق، حاجه كرانشي، حاجه كراميل، حاجه جيلي، فتقدر بالبراند سنمان. شايفين عملنا كذا اشكال، وطبعا ده البيزك، انت تقدر تعمل اشكال افضل من دي واجمل من ديت. زي ما انت شايفين لما بحطها مع قطع